يلا قبل ما نفترق من بعض المراجعة النهائية بقى ماشي؟ يا واد انت مين يا واد؟ واد مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت تعرف بمنظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس؟ يلا بقى المراجعة النهائية. اتفضل. محكمة! أنا رقيع، أنا مظلومة، أنا سافرية. سكوت. أكشن. أنا بريعة مظلومة وسافرية. سكوت. النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها طاطا عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. أوه يا سكارة والنبي، صوتك حلو، ما تعمل سيريس ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض! أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم وافتراء مبين. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكرة، كمل يا سلام حياتك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بعد أول ما أحبك عشان انت كنت ماسك كويس، انما دلوقتي مش انا بحبك، لان هم اصلا 20,375,000 جنيه و80 ياما اسكتي ياما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. وفي ايه؟ سكوت. ارجو اثبات ما تقوله المتهمه بمحضر الجلسه. ايوه كمل يا استاذ، كمل. ليش لمبوعك يا ستي؟ انا اللي اقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثوره، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه خوف. تفضل كمل يا استاذ، كمل. سكوت. اكشن. النيابه تفضل. فبعد ان قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، ايوه، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، اسخن بقى كده. زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أيوة الله يا باشمهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لأديكي حكم عشوائي. حقك، ما أنت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، أنا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط؟ أنا مش عارف واحدة مغيبة زيك إزاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. إيه ده بيقول إيه ده؟ كنت بتعمل لهم إيه؟ بتسحر لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول. وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي. فيفعل ما تأمره به مهما كان، يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعا. طلبات النيابة. أنا عايز أبعد حيوان أمشي. يا ولية كلام، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسم على حيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها،
لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة قطعت عطعوط الزو. وشكراً لكم، شكراً لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطية البطوق. سكوت، الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعة جه؟ وائل جمعة مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ أنا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمة. ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هترفع أنا دلوقتي. بس بس اتفضل يا أستاذ. شكرا جدا سيادة القاضي، و أولا أحب أعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعة تنول إعجابكم. اديله وردة يا واد وبوسه يلا. بس بقى سيادة القاضي، حضرات المستشارين، السادة الحضور، وانا وانت مرعاصي يا جدع، وسيط مرعاصي يا مانا. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكشن. سكوت، ادخل يا استاذ في الموضوع. سادخل سيد القاضي. يرى ممثل الادعاء، ودي رؤيته سيادة القاضي، أن موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سجارة بقى لحسن خرمتي نفوخي. سكوت، كمل يا أستاذ. في حقيقة الأمر سيد القاضي، أن الأهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون إليها. والنبي يا حاج قطط، والنبي يا خالتي قطط، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها، ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي، يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وهنا للتوسل مكانة كبيرة في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتأخذ أموالهم لتستثمرها عندهم، لثقتهم فيها. معاش أعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا أستاذ الزابط. سياسة القاضي بقى ما تسيطر شوية. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطرة وروحها النقية. انظروا إلى وجهها، معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تاخد أموال من ناس عافية؟ دي تاخد أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي اتحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني محدش من الضحايا ادالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ نقدر مش معترفه بحاجه، وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سيادة القاضي، لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. جاد يا حبيبي، الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى خلاص خلاص، عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مش كده يا جلالة الملك، في الأيامك في الأيامك يا جلالة الملك اتبهدلني من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. قفشنا ولا ايه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ اقل نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي. اسمك ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قططة؟ أيوة أنا. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وتنزاح بإذن الله. أيوة، يعني مين حضرتك؟ طبعا ما أنت مش هيجي على بالك تعرفيني، ما أنت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة. الله يكون في عونك. أنا يا ستي واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قططة، وفي الآخر طلعت من المول بلا حمص. بريئة والله العظيم يا بنت قططة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي؟ مصدقك.
انا عارف ان الست قطاطه كمان انضحك عليها. ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل اللي عامله المنيله دي. هو انتوا ما وصلتوش لحاجه؟ فص ملح وداب ولا لوش اثر، بس ان شاء الله هيقع لان ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد اذنك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة الليل، تقتل القتيل وترقص في جنازته. اتفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو. محكمة! أنا مظلومة. اتفضل. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا ريت، مبروك. وعلى المتهمة قطاطة عطعوط الزوج بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريئة، أنا بعرف عفية. أدي بدي ناس لناس. والله وحلوت احلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت يا رؤى. قصدي حلوت يا شعبولة، والفلوس بقت بتجري في ايدينا. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، ناس بغبائها تترمي في السجون، وناس اذكياء زي كده يتبغدوا ويتروشوا ويتروقوا على حسابهم. وهي دي بقى نظريه هتلر في تقسيم المجتمعات، وعمرها ما خيبت. إيه الله يرحمك عم هتلر، الله يرحمك. هتلر ده كان أستاذي وقدوتي. كانت أمنية حياته إن يقسم المجتمعات لطبقتين، طبقة بتفكر وترتب وتخطط زي حالاتي كده، والطبقة التانية يستاهل يتولع فيها بجاز وسخ زي قطاطة واللي شبهها. بصراحة الولاية دي كان عليها غباء ما يتوصفش. بس يعني هو أنا محسوب على الطبقة بتاعتك دي برضو يا شعبولة؟ أنت؟ طب خليها في سرك. أنا بريئة، أنا مظلومة، أنا اتلعب بيا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقلقيش يا ست قطاطة، ما تقلقيش، بعون الله هخرجك منها. وانت معايا اشارتك خضر. اتعلم حد، انت تعرفي حد في مرور فيصل؟ يا دنيلة يا وليا يا وليا، انت صعبت عليا عشان كده هغربك، افهميني. طب افهمي وهم بيهربونا. اسكتي بقى، فضحتينا الله يخرب بيتك. بقول لك يا عمنا، يعني بعد اذنك، يعني انا كانت ليا نظريه كده عايز اخد رايك فيها. قول يا اخويا، ما تخليش حاجه في نفسك. يعني بما اننا عملنا عمليه قطاطة ومعنا من قبل كده فلوس، عندنا خميره كبيره تخلينا عايشين برنسات، ما كفايه بقى ونبطل. كفايه وحياه النبي يا شيخ، بلاش كلمه كفايه دي. بتجيب الفقر، وبعدين البحر بيحب الزياده. وإذا كانت وجهة نظرك أنت بقى إنك تشتري مطعم شيك في فندق 5 نجوم، أنا بقى لأ، أنا شيل الفندق.